محارب بطريقته سلاحه الكلمة وعتاده الكاميرا ومعركته الميدان هذه المرة الثالثة التي أقدمه فيها وفي كل مرة أشعر برجفة الكلمات وهي تقف أمام لحظة واحدة ينادي فيها من أعماق روحه الممتلئة بالعروبة نحن هنا أين أنتم؟ محمد العرب ضيفي في هذه اللحظات أبو عمر مساء الخير حبيبي الله يحفظك مفرح من المستشفى للاستوديو كان غالي و... واعرف ان الرسائل اللي ممكن ان نتحدث فيها لا ت... لا, ت... لا يمكن ان نتحدث بها الا معك الله لانك تفهمني قبل ان اتحدث هذا من حسن ظنك اول شيء طمنا على صحتك وضعي الحمد لله اجريت عمليه ازاله ورم نتيجه الاصابه اللي تعرضت فيها لمران وال... والمعالجه الميدانيه كانت فيها قصور فتحولت إلى ورم طبعا مستشفى الحرس الوطني في الرياض أشكرهم كوادرهم كلهم أكرمني بالعلاج سمو العهد محمد بن سلمان الله يحفظه دين في رقبتي لسموه للشعب السعودي وبعدين طلعت تدري بسبب أن خمس سنوات في الميدان فطلعت شغلات أخرى بسيطة يعني شظية هنا انزلاق هنا فان شاء الله خلال في شظايا موجوده داخل جسمك؟ شظايا اكتشفت داري. الان؟ شظايا يعني ذني من اثر الانفجار سرعتها قوي يعني سريعه وحاره فتدخل وتستقر بعدين من يبني عليها اللحم تبدا المشكله تظهر. انا في خير ونعمه بفضل الله تعالى الف انا سلام عليك. في دار ابو فهد والكل مهتم بي صحيا بس اكمل هاي المعالجات خلال الاسبوع اللي يجي بعدها مباشره للميدان ان شاء الله من المستشفى الى الاستديو الى الميدان إلى ان شاء الله الميدان الله إن شاء يعطيك الله. الصحه والعافيه الله بس انا لفتني شيء اذا تسمح لي آه يوم تقول انه انفجار ويجي وتروح شارك. انت كنت قريب من انفجارات شهدتها على مسافات قريبه انا دائما اقول انا المراسل الحربي في الميدان يسمع كل ما يقوله الناس ويصدق ما تراه عينه اذا لم يكن قريب ليرى بعينه ماذا حدث إيه؟ لن يستطيع ان يوصلها للمتلقي ولا حتى المتلقي يكون شغوف بمعرفة م. ما حدث من خلال هذا المراسل كلما كنت قريبا من الحدث إيه؟ كلما انت امتلكت وحدك تفاصيل الحدث الجنود منشغلون بالمعركه فتركيزهم على من يقاتلوه إيه؟ اما المراسل هو الراصد الذي يرصد كيف يقاتل الجندي المدافع وكيف يقاتل الميليشياوي المهاجم او بالعكس الصوره احيانا فيصير عندك الصوره كامله فتوصلها للناس. ربما يعني سبب اني تركت بصمه في هذه التغطيه مع العدد الكبير من المراسلين اخواني وزملائي الذين غطوا عاصفه الحزم واعاده العمل اني كنت احرص على ان اكون الاقرب واحيانا اكون يعني اقرب الى درجه انه لا يستطيع ان يميز هل هذا مقاتل ام اعلامي لانه في صف واحد. طيب لا حدثني بس عن لحظه الانفجار. شوف هو هاي طبعا الاصابه تبعاتها في مران قبل سنه مران هي معقل الميليشيات الانقلابيه كنت مع لواء عزيز على قلبي لواء يمني هو لواء العروبه يعني هم ابطال فعلا ابطال. وتم استهداف الاليه اللي انا إيه؟ فيها بعدين تعرضت الى اشبه ما يكون بالكسر عولج بطريقه لان مستشفى ميداني من إيه؟ الشباب اللي كانوا هناك جماعتنا اليمنيين الله يحفظهم وبعدين رفضت اني اطلع قلت لا وكان ممكن ان اطلع للسعوديه واتعالج في وقتها قلت لا هو ما دام جبرتوها خلاص طلع في تمزق في الاورده والانسجه لم يعالج تطور الامر الى ورم تم ازالته على يد الدكتور السعودي احمد الخاني اوجه له الف تحيه وانهى يعني سنه من الصعقات الكهربائيه التي كانت تاتي بسبب هذا الورم لانه على عصب الساعد. انا انا بتواصلي معك كنت اعرف انه العمليه صعبه ومعقده نعم. الى حد كبير. أحمد الخاني هذا الدكتور الله يطول عمره يعني ما جازي هذا متخصص الدكتور المتخصص الأبرز في المنطقة العربية في علاج المخ والأعصاب والحمد لله الفضل الله تعالى يعني يعني قال لي إذا بنفس اليوم راح تطلع من العملية إذا جدتك الصعقة فانساها الصعقة انتهت حتى لما بالتبنيج قال لي اخر مره راح تشعر بالصعقه بعد الكهربائيه لان ان شاء الله حددنا المكان وراح نشيله ببراعه ونخلص من الموضوع الف سلامه عليك الله يحفظك من الانفجار الى الانفجار قريب منه نعم. انت كنت شاهد على كثير من حقول الالغام نعم. الموجوده في الداخل اليمن احنا نسمع نشاهد احيانا لكن ما اقتربنا وعشنا انت اقتربت وعشت وش تقول لنا شوف يا انا اقول دائما ان السعوديه العظمى تخوض معارك موازيه غير المعارك المنظوره. يعني هي عندها معركه تحرير اليمن من الانقلاب. عندها معركه تامين المناطق المحرره. عندها معركه اغاثه، وعدها معركه اعمار، وعدها معركه خامسه كبيره هي معركه ازاله الالغام. هل تعلم ان اكبر مكان، اكبر حقل للالغام في العالم؟ هو في اليمن نسبه وتناسب قياسا للمساحه وعدد الالغام، هل تعلم في العالم في العالم وانا مسؤول عن هذا الكلام طيب. هل تعلم ان خبراء مسام البرنامج السعودي لنزع الالغام اوجه لهم الف تحيه لحد هذه اللحظه ينزعون الغام القذافي الذي تبرع فيها ايام النزاع بين شطري اليمن الشمال الجنوبي الشمالي الجنوبي من ذاك الوقت في الغام ينزعها مسام مسام ينزع الالغام التقلي ينزع الغام القذافي وينزع الالغام التي نهبت من الجيش اليمني وزرعتها الميليشيات وينزع الالغام المتطوره ذات الخبرات الايرانيه وحزب الله ويتعامل مع الالغام المموهه على شكل صخور والالغام المموهه على شكل جذع نخله والالغام المموهه على شكل اجهزه منزليه قديمه ومستعمله وترمى وفي داخلها لغم بل انها بل ان خبراء مسام الذي اعطوا شهداء خبراء مسام اعطوا شهداء في عمليات التفكيك خبراء اجانب وخبراء سعوديين وخبراء يمنيين ايضا تم تدريبهم من قبل خبراء مسام مسام إذا أنا كنت يوم من الأيام أتحدث عن أكبر معركة ظلمت إعلاميا هي معركة السعودية مع الألغام التي تفتق بال... بال... بالإنسان وبالحيوان بالمدني والعسكري وتهدد مستقبل الأجيال القادمة في اليمن لعشرات السنوات إن كانت من معركة حقيقية على العالم المجتمع الدولي إيه؟ الأعمى والأعور والأطرش أن ينتبه لها فإن السعودية وحيدة إيه؟ تنزع ست أضعاف ما ينزعه منظمات منظمات الامم المتحده عن الالغام العمى والطرش وغيرها هذه وش دلالاتها في الداخل من قبل المجتمع الدولي؟ انا بالنسبه لي إيه؟ كشاهد عيان أيوه اتحدث ان هنالك محاولة لإثقال كاهل السعودية العظمى بمسؤوليات يجب أن المجتمع الدولي يكون شريك فيها إطعام الفقراء النازحين الملاحة الدولية الألغام العائمة في البحر وتهدد مصادر إمداد الطاقة الألغام تحت الأرض ملايين الملايين أنا بتحدث لا أتحدث عن ألغام أنا متأكد أن تحت الأرض الآن فوق المليون لغم نزع اللي ما اكتشفت لسه ما اكتشفت هاي الأرقام تقديرية ايه؟ وربما تطلع أكثر اللي اكتشفت اللي نزعها مركز الملك سلمان تقريباً 300 ألف مم. 300 ألف لغم هاي اللي نزعها الألغام بأربع فئات ألغام القذافي أنا بسميها ايه؟ ألغام القذافي قديمة ألغام بقايا الجيش اليمني بقايا تسليح الجيش اليمني اللي نهبت استولى ايه؟ عليه الميليشيات الألغام المموهة واللي بها بصمات واضحة لحزب الله والحرس الثوري وألغام أخرى أدخلت وأنا شلت بإيدي ألغام أوروبية حديثة الصنع وظهرت بها على الشاشة هذه الألغام طبعا ما فيها تجارة السلاح اللي موجودين في مناطق الميليشيات اللي يجيبون أي سلاح من برا يريد يدخلون إلى مناطق سيطرة الميليشيات لا وإحنا. هذه النقطة الرابعة خطرة وتحتاج إلى إلى شوية كلام أنا دليل عندي وأنا ظهرت فيها ألغام بلاستيكية لا يكت لا يتم اكتشافها بال بأجهزة الكشف التقليدية ولقد تسببت أنت تعرف يا مفرح أكثر شيء ما يؤلمني إن إن اليمن ستعاني لسنوات من جيل كامل من مبتوري الاطراف من المدنيين والاطفال والنساء اللي بترت اطرافهم بسبب الميليشيات الانقلابيه والالغام سنتعامل مع جيل كامل من المشوهين مبتوري الاطراف بسبب هذا الانفلات وبسبب المحابات المحابات القذره من المجتمع الدولي انا ما اريدك يا المجتمع الدولي تدافع عن قضاياي أريد ألتقي وياك، أنت مو تقول أنا إنسان، أريد ألتقي وياك بالإنسانية. ملايين الألغام، أنا بدق ناقوس الخطر، أنا اللي بعرف مناطق اليمن شبر شبر. أي. أنا اللي صار لي خمس سنين بالميدان، ملايين الألغام تحت الأرض، ساعدوا، ساعدوا السعودية، السعودية وحدها تنتشل ست أضعاف ما باقي المنظمات، يلا، شوفوني، أنتم تريدون تقولون احنا مو طرف بالحرب؟ أوكي. جيب جيب اجهزه حديثه وجيب فرق متطوره وتعال اكشف لي الالغام البلاستيكيه. وامنع دخولها. احنا الحين نتكلم عن دخول. شوف هذا موضوع مؤلم لكني حقوله بكثير من الدبلوماسيه. إيه؟ لو ان الجيران ودول المنطقه و و والمجتمع الدولي والسفن الغربيه اللي في المياه الدوليه قامت بعشرة بالمية. من ضبط حدودها لما طال... لما وصل للميليشيات رصاصه واحده. انت انت ذاك اليوم الامريكان كشفوا عن شحنتين مسكوا. اضمن لك هم كشفوا عن شحنتين وفي 200 300 شحنه دخلت. يا جماعه ال... 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 اليمن مفتوح على البحار مفتوح على على مساحات ما هي مائيه ضخمه، إذن عمليا ان تصل المجتمع الدولي عاجز عن اخراج سفينه مشبوهة إيرانية اسمها سافيز في في المياه الدولية عاجز على أن يفتشها يقولها تعالي أنت إيش شغلك والله أنا بأمن القوافل التجارية ليش ليش واقفة أنت قوافلك التجارية امشي معاها ليش واقفة المياه الدولية هذا أكبر وكر استخباراتي في في المياه الدولية إضافة لل... لناقلة النفط النفط التي قد تنفجر في أي لحظة بسبب التعاقل واللي خزان بانها. صافر أي صافر يعني إحنا لدينا مشكلتين واضحة خلي المجتمع الدولي يتحدث بها يتحدث بها مباشر يا حبيبي السفينة العسكرية الإيرانية في المياه الدولية وصافر ال... التي تنفجر م. وستخلف أكبر بقعة زيت طوال الأربعين سنه الماضيه اكبر من البقعه التي انفجرت في في كوبا بالثمانينات إيه؟ لو انفجرت لان بها فوق المليون برميل نفط تخيل إيه؟ مليون برميل بقعه زيت عملاقه تهدد الحياه البحريه وتهدد الملاحه وتهدد الـ 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 الانسان والحيوان طيب قبل ما اغلق محور الالغام التقيت بيمنيين مدنيين ابرياء تعرضوا للاصابات بسبب الالغام أنا راح أحكي لك قصص كثيرة بس أنا راح أحكي لك قصة قصيرة قول. مؤلمة. الشاب اسمه عباس من أهل ذمار. إيه. هذا الشاب الميليشيات يودوه يزرع ألغام. فلما بدأ أثناء زرع الألغام انفجر عليه لغم فقطع إيده. فصار أسير عند الشرعية. الشرعية دا داووه وطببوه واهلوه. انا قاعد مع عباس ساعات يقول لا ترجعوني حتى انا مشتاق لامي لك لا ترجعوني اذا رجعت راح يخلوني ارجع ازرع الغام حتى لو تنقطع ايدي الثانيه. اللي يزرعون الالغام اطفال يا مجتمع يا دولي اترك آلاف الأطفال اللي تزج بهم الميليشيات في في هذه الحرب ولكن تحدث عن أطفال ينتزعون من مقاعد الدراسة بدل أن يزرعوا ورود في حدائق مدارسهم يزرعون الموت في شوارع صنعاء وشوارع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أنا مستعد ينفرح وأنا مسؤول عن هذا الكلام أنا مستعد أن أعطيهم مئات الساعات التلفزيونية اللي صورتها خلال خمس سنوات واعترافات لناس انتزعت منهم براءتهم انتزعت منهم براءتهم بشكل غريب نتكلم عن الأعمار كم؟ احنا نتحدث عن شريحة مخيفة اللي هي مع بداية الحرب كان عمرها فوق العشر سنوات اليوم هم شباب إيه؟ هم اليوم يستخدموهم مناطق سيطرة الميليشيات يستخدموهم كمقاتلين تم غسل ادمغتهم بشكل عاطفي وطائفي وتم تدريبهم على نوع من المعارك المعارك العبثيه التي لا تحقق اي انتصار للميليشيات ولكنها تحقق حاله من حالات الارباك لما يكون هنالك جيش نظامي هو التحالف والشرعيه مقابله ميليشيا الميليشيا تعلم انها لن تنتصر ولكنها تقوم بعمليات عبثيه لحق خلق حاله من من الارباك هؤلاء يستخدمون دروع بشريه اضافه لذلك هم يزج بهم مع الافارقه المهاجرين وهذا ايضا هذا أفرح ايضا أفرح مسؤوليه المجتمع الدولي مئات الاف الافارقه اللي يريدون يهربون من جحيم بلدانهم الى نعيم البلدان الاكثر استقرارا وازدهارا يمرون في مناطق الحرب ليسلموا من القبض وما في احد يقبض عليهم الحين الناس مشغوله بالحرب هذول يتم تجريدهم وارسالهم كدروع بشريه للقوات المدربه البلشاويه لو ما وافق الطفل او عائلته على ان ينضم ممكن يقتل يقتل هذا ابسط ما يكون انت في مجتمع مجتمع اليمن مجتمع عظيم يهدد الطفل الذي يرفض الانخراط معهم، يهدد بشرفه، يهدد بصحه امه وابوه وسلامتهم البدنيه، لذلك هو يذهب ليقاتل لكي يحمي عائلته، انا تحدث معي اطفال دون الخامس عشر قال انا ما اقدر ابويا يروح يقاتل <applause> وأنا أجلس في البيت فأنا لازم أذهب لأقاتل بدل أبويا هو ما عارف وين يقاتل ولا يدري إيش الهدف في القتال هاي العملية اللي تصير إحنا اليوم ينفرح مسؤولين هاي أمانة في رقبتي إلى يوم الدين ما يحدث في اليمن هي عملية ممنهجة لأن تغرق مناطق سيطرة الميليشيات بالجهل والفقر والخزعبلات ومسخ الهوية اليمنيه وايصال اليمن الى ما قبل الحضاره، هذه اليمن التي تعلمنا منها تعلمنا منها الثقافه والفنون والادب وتعلمنا منها الكرم والشجاعه. اليوم مناطق سيطرة الميليشيات تتحكم بها عناصر ميليشياويه لا ملامحهم ملامح عربيه. ولا تصرفاتهم تصرفات عربيه، والحاكم بسلطه الامر الواقع هو السفير الايراني في 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 صنعاء، وليس اي واحد من هؤلاء الذين يظهرون على انهم قيادات بنشاوية لما يعرف بانصار الله. يا مفرح انا تعبت وانا اصرخ، ما اصرخ بالعرب لان العرب انتفضوا بقياده ملك العرب. لكني اصرخ للمجتمع الدولي بالله تعالي تعال نناقشكم من باب الانسانيه اليمن تنتهك اليمن تنتهك طفولتها نساؤها ارضها خيراتها ثرواتها وامام عيونكم وانتم تذهبون لتجلسون معهم على مقعد واحد انت عندما تحاور ميليشياوي انت تعطيه تشرعن وجوده يا اخي مجرم انت حاورت انت حاورت البغدادي لا ذهبت لتقتله البغدادي مجرم ارهابي ذهبت لتقتله لماذا تحاور من يقوم بنفس افعال البغدادي هذا السؤال المليون جاوبني عليه علشان اعرف انا مع من اتحدث هذا السؤال على المجتمع الدولي ان يجيب انا علي ان اطلع فاصل وارجع احاورك بعد وبعد الفاصل القاكم حياكم الله مجدداً في هلا ضيفي في هذه اللحظات هو الأستاذ محمد العرب أرحب فيكم مجدداً أبو عمر أبو عمر أيضاً من الداخل المناطق اللي حررت من سلطة الميليشيات الحوثية كيف كان شكل المنطقة من الداخل بدا مع بداية ما حررت يعني إيش وجدتوا بيحان مثلاً أنت واحد من الناس اللي دخلوا نعم. كان موجود وأكثر من منطقة كما أعرف نعم. بس يمكن هذه اللي حكيت وش وجدتوا جوا يعني انا بكلمك عن بيحان مثلا بيحان تم تحريرها بعشرين ساعه إيه؟ معركه كبيره خاضها الجيش إيه؟ اليمني والمقاومه والتحالف كان الضباط المسؤولين اللي يعني هذا سعوديين ويمنيين مش غرفه إيه؟ مشتركه إيه؟ وفعلا وجدنا يعني وجدنا اولا وجدنا معتقل سري تحت إيه؟ بنايه بنايه بها جراج تحت الارض ومسكرين بالحديد ومخليه معتقل سري لقينا عدد كبير من اهل بيحان اللي اللي رفضوا ان يتعاونوا مع الميليشيات عندما كانوا يسيطروا عليهم ووجدنا سراديب ومخازن اسلحه اضافه ان الميليشيات يعني كل المرافق العامه بالمدينه فخخوها المساجد دائره الصحه دائره المساجد كانت المساجد مفخخه و... نزعناها امام الكاميرا التفخيخ وإضافة أن كل عبارات المياه اللي بتصير تحت الاسفلت مزروعة ألغام الميليشيات تستخدم استراتيجية العرض المحروقة إذا خسرت إذا كانت ترى أنها لن تصمد وستخسر الأرض فإنها تفخخ كل شيء كل ما يستخدم الإنسان في المدينة يفخخ يستخدم الإنسان وأنا بقول لك إياها لما, لما تضع احصاء إيه؟ عن عدد الناس اللي فقدوا اطرافهم من المدنيين ستشاهد انهم اربع اضعاف العسكريين بمعنى انهم مستهدفين المجتمع كله وليس وليس الجيش الوطني فقط هذه الحاله تكفي المجتمع الدولي اللي كنت تتحدث عن انه يتحرك ويهتز بالاحصاءات وبالارقام وانا مستعد أعطيهم شهادات الناس التي قطعت اطرافهم وهم تحت التخدير لاني انا كنت حريص اني اسمع حادثه بطلع مباشره للمستشفى لاسجل روايته للزمن وللتاريخ هذا تاريخ يكتب تاريخ يكتب ام العرب انتصر لها ملك العرب وتعابر عليها المجتمع الدولي هذا تاريخ يكتب عظيم انت كنت قريب ايضا من كثير من الجنود، البطولات، المعارك اللي تخاب في شجاعات حقيقيه كانت تظهر في الميدان، قل لنا شيء من هذه الحكايه. انت تعرف على قولة البدوي مرات يقول لك الشجاعة تحضر وتغيب، إيه؟ ولكن والله العظيم اني انا شفت صور للشجاعة في اوقات حرجة نادرة، نادرة. انا بعرف ناس كانوا يرفضون الاجازات من الجيش السعودي يرفض الاجازه يقول انا فاهم المسرح العمليات بشكل جيد ولا قصور بزميلي اللي راح يجي لكن ربما يحتاج وقت عشان فانا ابقى اكمل الى ان تخلص المعركه مفاصل الى ان يخلص هذا المفصل انا شفت اناس استبسلوا في وقت يعني وقت وصل الموت فيه على 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 مسافه شبر منه يعني شفت ناس قاتلوا لاخر لحظه تعرف معنى ان تشتبك مع ميليشياوي مغيب يا ماخذ حبوب هلوسه على فكره موضوع الحبوب الهلوسه انا طلعتها من مواقعهم حبوب الهلوسه اللي ياخذوها انا طلعتها قدام الكاميرا أن يطلع يطلع مندفع ومشحون وهذا انك تشتبك معه على مسافه متر بالكلاشنكوف الموضوع معقد جدا لا يمكن وصفه هناك شجاعة حقيقية لأشخاص أنا أريد أذكر اسم ما أريد أذكر اسم وانسى اسم لكن الحقيقة هنالك أناس لا يمكن إلا أن تذكره لا يمكن يعني لا يمكن أنا أذكر لك شخص هو طبعا برتبة كبيرة وتقاعد أبو مشعل إيه؟ تقاعد رتبة كبيرة وهذا هذا يسموه أبو المظلات أبو المظلات إيه؟ وهذا الجاكيت من عنده لما أصبت إيه؟ أعطاني إيه؟ وأنا ظليت محتفظ بيه وأتشرف بيه واليوم لما ناديت للمستشفى كان من ضمن اللي عندي قلت لا في أريد أرتدي أبو مش على الله يطول عمره ويحفظه يسموه أبو المظلات والحين هم يعرفوه الجنود كلهم إيه؟ رجل بضابط برتبة كبيرة تعرف انه متقاعد، انتهى خلص. لكنه لان خبرته كبيرة أصر قال لهم أريد أروح أشوف مسرح العمليات، هاي المناطق أنا حافظها على 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 على, على عن ظهر قلب فأريد أروح وأنطي جزء من هاي الخبرة. تدري أن شخص بعد سنوات من المعارك والحروب وسنوات من العمل يذهب لي ليجلس عند أحفاده فيقرر طواعيةً أن يعني يتصل ويقول أنا لدي ما زل لدي ما أقدمه فأرجعني للميدان يا الله يا الله واحدنا يأخذ إجازة يروح يقضيها نوم وهذا الرجل يتقاعد بعد سنوات من العطاء ومش هو واحد هو ومجموعة من الشباب يرجع للميدان وشكاية الجاكيت وهو رجعت مصاب وهذا هو جاكيت يعني عسكري إيه؟ ويعني و... بيدفي كثير بيدفي وانا كنت في باقم باقم بارده جدا جبليه إيه؟ م... يعني احنا متقدمين ل 40 كيلو متر داخل الاراضي اليمنيه من جهه ظهران إيه؟ و... فشافني آ... يعني ارجف إيه؟ فهو كان لابس جاكيتين فشال لي هذا الجاكيت قال لي هذا خليه لك وخليه عندك عشان تتذكرني به وابو مشعل الله يطول عمره عمي وتاج راسي وحبيبي وقائدي حقيقه من اتكلم عليه كثير عاطفه تولد يعني جميل وانت تتكلم على موضوع المناطق البارده وموضوع المعتقلين اللي كانوا وجدتوهم والسجون كيف في الداخل اتكلم مو الاخبار اللي تعلن دائما مع انها كلها صادقه كيف لمستم دور مركز الملك سلمان الاغاثي في الداخل اليمني؟ شوف أنا أبغاك كشاهد عياني الآن. نتحدث بالأرقام، أيه؟ الكلام المرسل، الكلام م. العاطفي لا نريده، أيه؟ خلينا نتكلم بالأرقام. أيه؟ أنا بقول لك أن كل رمضان من سبعة ونص إلى تسعة مليون وجبة توزع شهرياً. هي رمضان بس. أنا رمضان الماضي وزعوا 250 ألف وجبة يومياً. نتكلم عن 250 يومياً. يومياً. نتكلم عن 250 الف في في 30, 30 نتكلم عن 7.5 مليون واعتقد هاي السنه اكثر غير 50 الف سله غذائيه توزع حتى مناطق سيطره الميليشيات من خلال شركاء مجتمع مدني يقال انه مجتمع مدني ايضا يمنحون حتى مناطق إيه لايصالها الى المدنيين في المناطق 50 ألف سله غذائيه السله الغذائيه وزنها 64 كيلو إيه؟ تكفي 10 اشخاص لمده شهر راح اقول لك مفارقه ايه بس ليش يقال؟ يعني هذول ما راح يوصلونها لمستحقيها؟ لا يعني انت تعرف لانها بسيطره الميليشيات، إيه؟ فالميليشيات تاخذ منها ولكن انت امام ابن عمك الذي يتضور جوعا ابن جلدتك الذي يتضور إيه؟ جوعا، انت تعلم ان الميليشيات ستاخذ جزء من هذا وجزء نصه ولكن اه انت لازم تقوم لعلمك السعوديه لليوم تدفع رواتب الممرضين والدكاتره في المستشفيات التي في مناطق سيطره من الميليشيات مستشفى السلام في صعده اللي حد هذا اليوم تدفع الاجور لان هو يعالج يعالج المدنيين. المدنيين هناك يا اخي ما تفعله السعوديه في اليمن والله العظيم لو كتبنا الف ليله وليله سلمانيه عن شموخ رجل عربي انتفض لابناء جلدته والله ما وافيناه حقه ولكن مع الاسف مع الاسف نحن في خضم يعني توثيق الاحداث قد ننسى هذه التفاصيل المهمه ولكن اوعدك واوعد كل من يشاهدني اني سادونها كلها في كتاب عاصفه سلمان هذا هذا السؤال اللي كنت بسالك حيكون كتاب ثالث كتاب ثالث عن يومياتي من 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 اول يوم عاصفه الحزم إيه؟ الى خمس سنوات وثلاث اشهر بما فيها فتره علاجي وان شاء الله ساعود لل إيه؟ للميدان قريبا. وش الحكايه اللي تعتقد انه القارئ اذا شافها سيتاثر بما سيقراه؟ قولها لنحرقها الان على الهواء. شوف انا راح اقول لك شيء مساله مهمه جدا. كثير من الشجون في في هذه الحرب، نحن فقدنا رجال صعب تعويضه رجل تتعب عليه السعوديه ويتعب عليه اهله وقبيلته من الطفوله تنشا عسكريه الى ان يصل برتبه عقيد برتبه عميد ويستشهد وهذا عندما يستشهد فجزء كبير من 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 الاثار النفسيه اللي حوله يعني انا لحد اليوم كل ما اذكر اذكر الضباط اللي استشهدوا وانا شفتهم أذكر الناس اللي أنا شاركت في تشييعهم أشكر الناس يعني أو أشاهد أتذكر الناس أعذرني ترى البنج الظاهر بعده جاي يلعب <applause> السلام عليك إيه فكثير والذكر من والذكر والشكر قريبا دائما أي أي فكثر كثير من هذه القصص يا مفرح يعني فعلا في كلمات تموت حين تقال والله لما أشعر بالامتنان لأشخاص قطعوا الاجازه بعد الاجازه من اجل ان يشاركوا في نصره اهلهم في اليمن. والله اشعر ان ما نقوم به احنا كاعلاميين مرافقين للجيش السعودي والتحالف لا شيء لا شيء لا شيء. انا بتكلم عن اناس رزقوا باولاد رزقوا باولاد وبنات وهم في ارض المعركه ورزقوا بذريه فاطلقوا عليها اسماء لها دلالاتها في الميدان. يعني انا اليوم اتكلم عن انك انت تخيل انه رجل من اقصى شمال المملكه يقاتل في داخل مارب فيرزق بطفله فيقول لهم اسمها كذا على اسم وادي ولا جبل ولا شيء يعني بمعنى ان هو يقاتل ليس من اجل ان يؤدي دور ويمشي هو يقاتل من اجل قضيه امه مشروع امه وهذا ما لا يفهمه من يراقبنا من غير ابناء جلدتي يمكن هذه الحكايات جواتك هي اللي تعطيك الدافع دائما انه حتى وانت في لحظات دخولك للعمليه وخروجك منها توصي باليمن وما يحدث اليمن بالله العظيم اني انا صحيت من البنج أيه؟ ويقولوا لي الممرضات والممرضين الكلام اللي قلته أيه؟ انا نشره لايف على الهواء وانا صاحب البنج لا تذكر اطفالي ولا تذكر شيء انا متوحد مع هذه القضيه م. الى درجه الى درجه اني اشعر ان كل تفصيله في اليمن هي شان خاص بمحمد العرب شان خاص يجب ان يدلو محمد العرب به شوف ما راح اقول لك شيء اقول لك هذه العصابه الى زوال لن تصمد لن تصمد وهم يتقاطرون ويتساقطون ها الان ولكن والله العظيم اقول لكل عربي خذلنا بالله عليك كيف سترى اطفال اليمن وهم ينظرون اليك شزرا ويقولون لك سلمان جمع العرب لنصرتنا وانت تامرت علينا، استعد لتجيب اطفال اليمن المفوهين اصحاب التاريخ والحضاره عندما يقولوا لك باي ذنب تامرت علينا مع الفرس لكي تسلبنا وطننا وبأي ذنب انت تغ... تقتلنا بصمتك وتخاذلك والله العظيم أن التاريخ لن يرحم كل من تآمر على اليمن كل من, كل من أسقط حجرا من مبنى تاريخي عمره عمر السنوات والله كل ما أذكر براقش هذه المدينة الأثرية العظيمة اللي ألف سنة عمرها عندما كيف انهارت بسبب أن الميليشيات فجروها لما, لما خسروها علشان يغيضون القوات المتقدمة والله إني أرى التاريخ يفجر والله إني أرى التاريخ يفجر أنا 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 ما زلت مصر إني أسمع حكاية والله نفرح حكايات كثيرة والله حكاية اليوم إذا محمد العرب جلس في غرفته بينام على فراشه يتذكرها ويتأثر وشي شوف في شاب سعودي اسمه مميز اسمه فهيد فمميز عندي ظل ببالي هذا الشاب عنده دور مناط به ودور مهم جدا ولكنه كل هجمه يطلع اللي قدام فنقول له يا فهيد انت مو مكانك هذا قال انا مكاني تمام ومدرب ناس ويسدون مكاني انا يعني قال عباره من العمق ان كل ما رددتها يعني تجيني حالة من الإجلال م. قال أنا أرى أريد أرى بالضبط كيف يهزمون أمامنا لأني مؤمن أنا على حق واننا على حق ونريد واريد ان توثق عيني هذا عشان اتكلم بها لاولادي تصدق فهيد يظل اشهر ما يروح اجازه يا فهيد روح عندك عائله عندك قلهم لا فهذا غير فهذا فهذا نموذج للجندي السعودي ال الذي يريد أن, أن يرى اليمن سعيدا كما كان طيب أستثمر اللي باقي من الوقت في أسئلة سريعة وإجابات أسرع إلى متى سيستمر محمد العرف في الميدان لنقل ما يحدث في اليمن؟ بس تحرر اليمن أنهي الإعلام خلاص تماما أبدا هذه ثاني مرة تقول يعني أنك وعنده. ما زلت مصر وعنده. على نهاية الحرب في اليمن انهي الاعلام خلاص تنتهي اروح على اي وظيفة ادارية اقعد الف كتب ايش ايش ه ه هذا قرارك لانك تعبت من الاعلام ولا لانك لن تغطي ما هو اقوى من حرب اليمن؟ لن اغطي ما هو اهم وجدانيا لي من حرب اليمن ليش هي الاهم وجدانيا؟ مع انك عايشت عايشت حروب افغانستان وباكستان وغزة والعراق والصومال لكن انا بقاتل في منبع اجدادي في شيء وجداني يشدني إلى الأرض أقسم بالله ينفرح أني أضرب الأرض أحيانا وأكلمها كالمجنون والله كالمجنون أقول لها هذه الأرض عربية يجب أن تبقى عربية لا يجب أن يدنسها أي فارسي إذا كان هوية أو غير هوية هذه أرض عروبتنا معقولة معقولة السفير الإيراني بصنعاء والله عيب على كل العرب والله عيب على على اي زعيم عربي يرى يرى هذا ولا يقول يقول لسلمان العرب انا معك والله عيب طيب عودتك الى الـ الى الشغل الاداري م. يعني اداري بعيد ايضا عن الشاشه ولا ممكن شاشه واستديو بس ما هو ميدان والله ما أدري وقتها طيب يمكن اجي اقدم معك يا هلا مرحبا الله الف تنور الله الشاشه الله عمر اخوانه واخواته لو قرر احد منهم في يوم من الايام يكون مراسل حربي تؤيده مستحيل لن اجعله وسامنعه بالقوه بالقوه بالسلطه الابويه بسلطه الحنان الابوي لن ادع واحد من اولادي يمر بما مررت به من الام وارهاق وهذا وخلاص يقدرون يخدمون المجتمع في اي وظيفه أخرى. حتى لو كان شغفهم حتى لو كان شغفهم عندي عندي السبب رحمه رحمه مشروع اعلاميه عظيمه انا بقول لك اياها بقول لها انت معدلك 98 روحي طب يا بنتي وخلاص اسكتي تترك الاعلام ما حصلنا منه غير غير الامراض ووجع الراس <applause> وستمنعها من الدخول طيب نشوف اذا يعني الله يبارك لك في أيوة رحمه ال 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 بعد اكتشاف الاصابه الشظيتين اللي يعني نتمنى لك أنك تتجاوزها كلها بسلام الانفجارات اللي حدثت أمامك هل مرت لحظة واحدة على محمد العرب إلى الآن خلال هذه السنوات ندم فيها أنه كان في الميدان بصراحة والله أنا ندم على الأيام الإجازات اللي أخذتها بالخمس سنوات صدقني يا مفرح لا أحد يدفعني للعودة للميدان أنا أقدر اليوم أقول لهم خلاص جزاكم الله خير يا الوسيلة اللي أتعامل معها أنا رجل تعبت وخلاص مع السلامة وعندي عذري لم أنا ندمان على الإجازات اللي أخذتها لما كنت فرح أنت أنت راح أقول لك شيء أنا بحب أحب الأديب اللي بداخلك إيه. فأنا بكلم الأديب الآن مش الإعلامي قول أنت تعرف شنو معنى أن أنت لديك ملامح تاريخ أبناء جلدتك لمدة خمس سنوات أنت معاك كنز من الامهم، انتصاراتهم، انتكاسات في بعض الاحيان، عجان فخر، هيجاء، جنون، كل شيء انت لديك، انت لديك كنز من المشاعر العربية الحقيقية التي ولدت بين الحديد والنار في معركة عادلة. عادله، لديها غطاء اممي، لديها غطاء شرعي، لديها غطاء اتفاقيات امنيه بين اليمن ودول الخليج وبقياده المملكه العربيه السعوديه. انت في امام قضيه عادله، لديك ملامحها، تعرف ان هذه الملامح لما تقعد تكتبها في كتاب مثل ما لوحه ترسمها انت تقول للعالم انا وحدي املك ملامح خمس سنوات ست سنوات من الحرب خذوها حتى لا يزور التاريخ ويكتبه مندسون او يكتبها يكتبه منتفعون او فارسي الهوى او تركي الهوى. نعم، انا اعرف ان اللحظه الاكثر انتظارا في حياتك المهنيه ويمكن سبق وقلت هذه اللحظه البعيده تحرير اليمن بالكامل والوقوف في ميدان السبعين واعلان هذا التحرير، اللحظه القريبه اللي تتمناها اعلاميا وشي تغطيها القريبه. شوف اليوم مأرب تخوض أيوه. معركه كسر عظم مع الميليشيات الميليشيات حشدوا مجموعة هائلة من الأطفال والمرتزقة الأفارقة أيه؟ ويقاتلون في مأرب لكن أنا مواثق جدا من مأرب وقبائل مأرب تتقدمهم قبائل عبيدة ومراد وجهم وجدعان وآل عقيل هذه قبائل لا تكسر ومعضدة بقبائل دهم دهم التي تاريخيا يقال دهم شرابة الدم هذول قبائل محاربة أنا أريد أكون معاهم عندما يدحر الحوثي في الأيام القليلة القادمة ولهذا أصارع الزمن وأسابقه أشيل الخياط من إيدي ترى الخياط لسه بيدي إيه؟ أشيل الخياط من إيدي أكمل هاي الأمور تلقاني مع مع أهل مأرب بإذن الله أنا بالعادة أسميها لضيوفي تغريدات صوتية أخيرة موجزة واحدة تقولها للإنسان اليمني الإنسان اليمني أنت إنسان عظيم أنت إنسان عظيم بعد كل هذا وما زلت تعمل وتعيش وأنت إنسان عظيم لميليشيا الحوثيين ولكل حوثي ستهزمون شر هزيمة ستهزمون من القلب لهذه الحقيقة هذا واقع الحال منطق الأشياء أنتم على باطل الباطل يهزم للتحالف العربي بقيادة السعودية بيض الله وجهك أبو فهد أعدت لنا نقدر نرفع رؤوسنا بين العرب وبين العالم ونمشي نقول اخونا تعرض لمؤامره ولم نتركه وحيدا. امام المراه وامامك محمد العرب، وش التغريده الصوتيه اللي تقولها له؟ <تسألت> احتاج ارتاح. أبو عمر شكرا جزيلا لك الله يريحك ويقومك بالسلام ويطمن عليك يا رب عمر. وتعود للميدان بصحتك طول شكرا جزيلا لهذا شكرين. الوقت أنا أشكر الأستاذ محمد العرب ثلاث مرات أشكره المرة الأولى على كل هذا الحوار الجريء والصريح والشجاع اللي تعودنا أن يظهر به أشكره المرة الثانية لأنه تغلب على كل أوجاعه وقبل دعوة البرنامج أنه يشرفنا اليوم في هلا ونتحدث أشكره المرة الثالثة على أنه دائما دائما يربط مشاعره وحديثه وكلماته بعروبة اليمن لأن هذا الأصل العربي لا بد أن يبقى عربيا وسيبقى عربيا إلى أن تنتهي هذه الدنيا اليمن سينتصر عاجلا أم آجلا وبعد هذا الفاصل ألقاكم